السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم لاين وسيركل وريكتانجل في برنامج الماكرو ستيشن، وبرضه في نفس الوقت اوبن بيلدينج ديزاينر، لان هما الاتنين بنتري، فالفكره محدثة في اغلب البرامج بتاعت بنتري. دلوقتي انت شايف 3 شاشات، ممكن تيجي على اي شاشه فيهم وتختار ان انت تكبرها، ممكن تيجي من هنا وتخفي الحاجات اللي انت مش عايزها بالشكل دوت، ممكن زي دوت هنا ممكن تكبر، ممكن تقول له انا عايز اشتغل على الموديلنج او الجنرال او الدروينج، فيبدأ يجيب لك اللور اللي انت عايزها. لاحظ لما بختار اي واحدة من الحاجات التانية بيغير لي الريبون اللي فوق. طيب عايز اظبط اليونت، فهاجي هنا على السيتنج واخش هنا في الفايل واقول له ان انا عايز ديزاين فايل، واخش على الوركينج يونت واتاكد انها بالمليمتر او بالمتر زي ما انت عايز. بالشكل دوت ممكن تظبط بقى لما تعمل هايلايت لإليمنت ياخد انهي لون والبوينت كلر وهكذا. طيب لو احنا جينا نرسم، ممكن اقول له انا عايز ارسم بليس سمارت لاين، فابدا ارسم، بيقول انت عايز لاين والارك، ابدا ارسم مثلا لاين اهوت، عايز احول على الارك اقول له ارك، وابدا ارسم الارك بتاعي بالشكل دوت. لاحظ ان هو بيعمل سناب بالشكل دوت، وممكن تكتب الرقم هنا والزاويه اللي انت عايزها اهوت، ممكن تقول له انا عايز ارجع تاني لللاين. وعندي حاجة اسمها join element، يبقى بيربط العناصر ببعض، ممكن تشيلها لو انت حابب. الفيرتكس تبقى مثلا sharp ولا rounded، rounded يبقى الحتة اللي هنا دي هتحط فيها شكل قوس اهو، بص واخد بالك، بدل ما هو كان بيتقابلوا مع بعض بالشكل حاد شوية، لا بقى فيه rounded موجودة، وتقدر تختار الرقم. في تشامفر بيبدأ يعمل زي خط كده، بدل القوس بقى خط. رايت كليك عشان تخرج من الأمر. لو أنا عايز أرسم حاجة تانية وليكن مثلا اللاين أهو، ممكن تكتب الرقم اللي أنت عايزه، يعني ممكن تقول مثلا أنا عايز المسافة قد كده، فتكتب اللينس اللي أنت عايزها. تمام، ممكن تحدد كمان الانجل اللي انت عايزها، مجرد تدوس هو يبدأ يحط لك الخط بالشكل دوت، يعني ممكن تقول مثلا بالزاوية 45 بالشكل دوت. تمام، واللينس هوت موجود الطول بتاعه، ممكن تقول له بدل 200 خليها 500 مثلا. تمام، هتلاقي الخط هو بقى 500 بالشكل دوت. ممكن نقول له احنا عايزين نرسم سيركل، تمام، فيقول لي انت عايز ترسم مثلا من السنتر ولا من الايدج ولا من الديامتر، الاريا عايزها سوليد ولا هول. طيب ابدا ارسم الدايره اهوت، ممكن تكتب الرقم هنا، تمام، مجرد انت تدوس يبدا يحط لك الدايره بالشكل دوت. فالتايب ممكن تقول له اوت لاين مثلا اهوت. الفيل كلر ممكن تديله اللون اللي انت عايزه، سوليد هول ياخد اللون دوت. وهنا دي طبعا ممكن تبدا ترسم على اي لاير من اللايرات ديت وتحدد اللون بتاعه، ممكن تقول له باي ليفل فياخد نفس اللون بتاع اللاير اللي هنا بالشكل دوت. وبرده الخصائص بتاعت الخط نفسه، ممكن تختار خط مثلا يكون متقطع او معمول هاتش او هيدن او حاجه من الحاجات ديت، او دوت مثلا او ديفايد او هكذا. ممكن تقول له انا عايز ارسم ريكتانجل او شيب او اي حاجه من الاشكال ديت،
بيت بلوك، هتقول له مثلا انا عايز هاتو، مستطيل اهوت. ممكن تقول له لا ده انا عايزها روتيتد بالشكل دوت، حددت اول ضلع وبعد كده خليت الباقي يبقى عمود عليه. وانا تختار الاريا سوليد ولا هول، الفيل تايب، الكالر، خليها باي ليفل افضل بالشكل دوت.